قضية لين طالب، ضحية اعتداء وحشي متكرر قتل براءة الطفولة. جريمة مقتل الطفلة لين طالب ضحية الاعتداء الجنسي المتكرر من أقرب الناس ليها بالعيلة. قضية هزت الشارع اللبناني من عيد الأضحى ولسه صداها مستمر لحين استكمال ملف قضيتها. القضية دي من بشاعتها بقت قضية رأي عام، مش بس في لبنان، في الوطن العربي والعالم، لأن لين مش الضحية الأولى، أكيد في غيرها كتير ساكتين بحجة السمعة والشرف. بس قضية لين دقت ناقوس الخطر بعد ما جسمها الصغير راح ضحية مريض شاذ من نفس العيلة. تعالوا نعرف إيه حكاية لين، ضحية التفكك الأسري وضحية البربرية والوحشية المتغلفة بثياب الأسرة والعيلة. لين طالب طفلة لبنانية عمرها 5 سنين، والدها ووالدتها منفصلين من سنة، الأب بيشتغل عامل باليومية من بلدة سفينة القيطع في عكار شمال لبنان، والأم وعد أبو خليل من بلدة المحمرة ومقيمة في بيت أهلها. الأب حصل على حضانة البنت بالتراضي مع الأم. بدأت القصة لما راحت الأم ببنتها على مستشفى المنية وكانت البنت حرارتها مرتفعة وظاهر عليها حالة إعياء شديد. بالفحص أدرك الطبيب إن البنت بتعاني من فقر دم حاد، وكمان لاحظ وجود جلطات في جسمها وتورم في شفايفها. الطبيب شك في حالة الطفلة لين وكتب ليها حجز في المستشفى، لكن الأم أصرت إنها ترجع بيها البيت. في مساء يوم الخميس تاني أيام عيد الأضحى حالة لين اتدهورت أكتر، فاضطرت تنزل بيها الأم تاني على المستشفى، بس البنت المرة دي فرقت الحياة. شك الطبيب في الأم في وجود شبهة جنائية. الطبيب اللي كشف على لين أكد تعرضها لاعتداء جنسي عنيف ومتكرر نتج عنه نزيف داخلي، وده اللي تسبب في فقر الدم اللي أدت لوفاتها. بعد انتشار قصة لين طالب دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج لين طالب للمطالبة بحقها في القصاص من المجرم اللي قتل براءة الطفولة وأنهى حياة طفلة بريئة من غير ذنب. القضية حالياً في عهدة القضاء اللبناني والجهات الأمنية في وسط تراشق بين عائلتي الأب والأم بالتهديدات والاتهامات وتأخر صدور بيانات خاصة بالتحقيقات الأمنية في الجريمة. اتهمت الأم عم الطفلة بارتكاب الجريمة، وفي المقابل أسرة الأب أصدرت بيان إن عم الطفلة المقصود خارج البلاد. لكن اللي حصل بعد كده مفاجأة. اللي حصل إن قوات الأمن اللبنانية قبضت على عم الطفلة لين بعد ورود معلومات عن تورطه في جريمة الاعتداء اللي حصلت على لين طالب. ولحد النهاردة الكل في انتظار بيان رسمي بعد ما بقت القضية في عهدة النائبة العامة الاستئنافية بشمال لبنان ماتيلدا توما، رحم الله عصفورة الجنة. الطفلة لين ضحية البربرية والوحشية المتخفية في عباءة صلة الرحم.